بسم الله، فرض ان انا عندي حاجه مثلا زي كيرف بالشكل دوت اهوت، وعايز اعمل له اكسترود، فبعلم عليه واقول له اكس ترود سترود كيرف، تمام، وببدا اديله الارتفاع بتاعه قد ايه، تمام. طيب لو انا مش عايز اديله حاجه ثابته كده، لا ده انا عايز اخليه يمشي في مسار معين، يعني مش عايزه يطلع كله قطعه واحده، فممكن اجي هنا وارسم اي شكل، تمام، اقول له مثلا كيرف بالشكل دوت اهو، وهلغي الارسو عشان ابقى حر شويه، تمام، واروح ده ازرق كليك عشان اخرج من الامر، تمام. عايز اقول له بقى عايز ارسم شكل يتبع الكيرف دوت، فاقول له اكسترود، تمام، بيحدد الحاجه اللي انت عايز تعملها اكسترود، حدد الباص اللي انت عايز تمشي عليه، فبحدد المسار بشكل دوت، فبيعمل لي حاجه بشكل دوت. طيب دلوقتي هنشوف مع بعض امر سويب. هنا بقى العكس، بستخدم شوف الشكل اللي انا عايز يمشي عليه، تمام، المسار اللي همشي عليه، وبعد كده اختار الشكل الاصلي اللي انا هبدا اخليه يتحرك في المسار دوت، فبختار المسار الاول وبعد كده بختار الشكل ودوس انتر، بياخد هو الشكل في المسار بتاعه، وبتقول له بقى ايه، عايز فري فورم مثلا ولا رود لايك، اقول له اوكي، فبيعمله لي بالشكل ده. خلينا نشوف امر اخر، وهو لوفت، بيبقى محتاج ان انا اكون راسم اكتر من سيرفيس ويوصل بينهم، فعشان اخد كوبي هشغل الجامبل دوت، تمام، وادوس الت عشان ينسخ الشكل اهوت، وبعد كده ادوس الت تاني عشان ينسخ الشكل، وممكن اجي على اي واحد فيهم وعدل فيه بعض التعديلات، تمام، يعني تقدر تعمل مثلا تعديل للشكل كده، والشكل ده برضه نعدل فيه، تمام، ونعمل سيلكت عليهم كلهم، ونروح لأمر لوفت، وهو يبدأ يوصل بينهم بحيث يكون لي الشكل دوت. في طريقة أخرى غير لوفت، وهي إن أنا أوصل بين الأطراف الشكل دوت من فوق ومن تحت، هو يبدأ يكون لي شبكة بينهم. هروح هنا على الكيرف وأقول له أنا عايز أبدأ أرسم، أختار الكيرف دوت، ده هيخلي النقط بعيدة عن شكل هيترسم، ده أدق، تمام، وأشغل السناب أوبجكت سناب، وأروح معامل كده أهوت، وأروح رايت كليك عشان أخرج من الأمر، وأكرر أمر تاني للجزء اللي فوق أهو، وأروح خارج من الأمر، وبعد كده أعمل عليهم سيلكت كلهم، وأروح لسيرفيس كرييشن، هقول له أنا عايز أعمل كرييشن سيرفيس فروم نتورك أوف كيرفز، فيبدأ بقى يعملهم لي، ويبدأ بقى يقول لي إيه ده ال A وال B وال C وال D، تقدر تختار الشكل بتاعهم، تمام، البوزيشن بتاعهم، وال Edge Curve هقول له اوكي، فيعمل لي شكل دوت.